اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي اعملها، حضراتكم اللي هتعملوها. يعني يا شيف مغازي، يعني من خلال متصلات حضراتكم على شاشه القناه الاولى كل يوم مع بعض احنا هوا، ومن خلال تواصل حضراتكم على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي السوشيال ميديا. بوجه تحيه كبيره لكل فريق السوشيال ميديا لمتابعه الاسئله وحصرها وافرازها ويعني فلترها، ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. انا النهارده اخترت شويه حاجات من الاسئله، من ضمنهم المكرونه البشاميل. لقيت فيه ستات كتير بتسال عليها ورجاله وكمان اطفال. المكرونه البشاميل ما بتظبطش معايا يا شيف مغازي، عايز اعملها زي ما باكلها في المحلات بره، بتبقى ماسكه نفسها والمكرونه عاشق ومعشوق كده، جواها لحمه مفرومه ماسكه نفسها. اكيد مع المغازي لها تركايه ولها اسرار، هنشوفها النهارده مع بعض. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا كمان الحجازيه، اخواننا في اسكندريه اللي وجه لهم تحيه كبيره. الحجازيه هي حلو اسكندراني مشهور طبعا من زمان. النهارده هنعمله بطريقتي البسيطه السهله ولكن بالحشوه الاسكندراني. الحشوه الاسكندراني بتبقى عباره عن سميته ناعمه واخده قرفه ناعمه وسكر، ممكن نحط لها شويه فول سوداني تبقى لطيفه وحلوه. والله جودت وحطيت لوز تبقى انت كريمه واحنا نستاهل كرمك. معانا النهارده عجينه الكريب هنعملها بالفراوله بطريقه المغازي برده، مش هنعملها في طاسه على عين البوتاجاز. هريحك من الموضوع الطاسه ده وان هي تلزق، هوريك ازاي تعملي فطيره عجينه الكريب بالفراوله هتبقى لطيفه وجميله في الفرن، هتعجبك ان شاء الله. ممكن تعملها بالفانيليا، تعملها بالقرفه حسب الرغبه. حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده لان مش انا اللي بعملها، حضراتكم اللي بتعملوها على ذوقكم من خلال التواصل معانا الاتصالات وفريق السوشيال ميديا. انا عايز حضراتكم تتابعوا الحلقه عشان اللي سال سؤال احنا بنجاوب عليه عملي مباشره، اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف تفاصيل الحلقة بتاعتنا. من ضمن الأسئلة اللي موجودة على السوشيال ميديا، شيف مغازي أنا ممكن أقف في المطبخ ساعتين وثلاثة وأربعة وأطلع في الآخر عاملة طبق سلطة. أي نعم حاجة تزعل، يعني تكوني بتتابع القناة الأولى والشيف المغازي وتقف، ده أنا عايزك في ساعة زمن كده زي الشيف تبقي شطورة تعملي كل السفرة. فتنظيم وقتك في الحلقة مهم جدا علشان كمان ما توقفيش وقت كبير في المطبخ وعندك مسؤوليات تانية، الاهتمام بالأسرة والأطفال والمذاكرة والحاجات اللي احنا عارفينها. هبدأ بأول حاجة مكرونة بالبشاميل، نشوف مقاديرها على الشاشة. مكرونة بينا واحنا اتفقنا ان انا مش بكتب كيلو ونص كيلو مكرونة، ممكن يكون معانا نص كيلو ممكن يكون كيلو وتتعامل بكل المقادير. لحمة مفرومة معانا تقريبا نص كيلو، معانا بصل وتوم، كريمة لباني، حليب، نوعين من الجبنة، الجبنة الرومي انا بحبها مع المكرونة بالبشاميل حسب الرغبة، ممكن نحط موزاريلا ممكن نحط شيدر، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبشرة جوز الطيب، ونظبط الطعم كده بالملح ضروري جدا ما بين سلق المكرونة وما بين تعصيج اللحم. هي دي المقادير وكل دي تفاصيلها. أول حاجة المزمبلاس بقى، خلونا بقى نخش على شوية فلسفة مصطلحات المطبخ. المزمبلاس يعني تحضير، أقول لك تظبيط الشغل أهم من الشغل. عندي مية بتغلي على النار عشان نكسب وقت، بحط في المية دي شوية زيت، ممكن يكون زيت زيتون أو زيت عادي، وشوية ملح، ده الطبيعي اتعلمنا كده. سلق المكرونة ألف باء، حلو قوي. عشان المكرونة بالبشاميل خدي بقى مني المعلومة الغير معلومة، تنجح معاكي وتبقى ماسكة نفسها وتبقى في الطبق كده تحس إن لها شخصية ومش فارطة منك في قلب الطبق، تعملي إيه؟ تسلقي المكرونة دي نص سلقة. وأنا بدأت بسلق المكرونة ليه يا شيف؟ عشان أستفيد بالمية بتاعت المكرونة في صنع البشاميل وفي اعداد البشاميل. اللهم صل على النبي. حلو، هسيب المكرونه تستوي مش هقلبها، هخليها براحتها كده. حلو الكلام، طيب تمام، لان انا حاطط زيت على الميه. طالما حطيت زيت على الميه والميه بتغلي، حطيت المكرونه مش لازم تقلبيها عشان ما تتكسرش منك في بدايه السوى. حلو الكلام. معانا لحمه مفرومه، نبدا نعصجها. طاسه كده على النار، ممكن نستخدم المادة الدهنية، زيت زيتون، معلقة سمنة حسب رغبة ولادك وحسب رغبة جوزك، بيحب الأكل دسم مفيش مشكلة، احنا عندنا يوم في الأسبوع بيبقى رجيم، أحط معلقة سمنة. حلو أهي زي الفل. ممكن تتعمل بزيت يا شيف اللحمة؟ ممكن من غير زيت ولا سمنة ولا أي حاجة، نكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة المفرومة. بصلة مفرومة ناعم أهي، حلو أوي، بصل مفروم ناعم، وما تخليش البصله تتحمر ولا التومه، وننزل باللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه اتعصجت،
سريعا لان معايا النار بتاعتي سخنه وانا احب اشتغل على نار سخنه، بس انت ما تبقيش زي كده في المطبخ عندك. حلو، نبدا نحط البهارات بتاعتنا مع معلقه معجون طماطم. ايه الجديد يا مغازي هنا؟ ما احنا بنعمل كلنا اللحمه المفرومه كده، ايه اللي انت عملته جديد؟ هو ده الكلام، انا دايما احط ايدي على الملحوظه، احط البهارات بتاعتي في فلفله حلوه انا بحبها دايما، وشويه الزعتر الحلوين اللي بيريحوا عيوني من دموع البصل، والملح والفلفل كده. اللحمه جاهزه، اللهم صل على النبي. ممكن تحط روزماري اخضر لو عندك تبقى احسن مني. حلو الكلام، ونقلب دول كده مع بعض. ايه الجديد يا شيف؟ لسه ما خلصتش. لما اجي عند التركايه هقول لحضراتكم عليها ونتكلم ليه انا عملت كده. اللحمه كده تشرب صوص الطماطم. بيسالوني ينفع نحط طماطم مبشوره؟ ينفع، بس الطماطم المبشوره مش هتبقى جوه اللحمه المفرومه زي معجون الطماطم كده بالشكل ده كده، انا عايز معجون طماطم زي كده علشان عايز الحشوه جوه المكرونه تبقى ماسكه نفسها زي الفل. نوسع كده دايره وناخد اتصال. عم اسلام، يا عم اسلام ازيك؟ احط معلقه سمنه مكان ما وسعت اللحمه. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي. انا اتفقنا لما باجي عند تركايه وحاجه معينه بنضوي عليها كده، يعني نعمل عليها سبوت. حطيت معلقه سمنه او معلقه زيت صغيره، باخد من الدقيق كده. بتعمل ايه يا شيف؟ ده الابداع. واسيب الدقيق ده يتحمر. حلو قوي. ليه حطيت دقيق وليه حمرته وليه كده؟ اهو شايفين الجو ده؟ لوحدهم كده ياخدوا لون، ياخدوا الشماخه بتاعه السمنه، ياخدوا طعم السمن. كاني بعمل بشاميل. حلو. واحده واحده كده نعرفهم على بعض. واحده واحده نعرفهم على بعض، هو ده الكلام. وجود معلقه الدقيق هنا مع التحميره اللي انا عملتها دلوقتي هتخلي لك صوص البولونيز. بولونيز تعصيج اللحمه بالطلياني، يعني بولونيز بيخش مع الاسباجيتي، بيخش مع الحشوات الكانولي، كل الحاجات اللي احنا عارفينها. واستعين هنا بشويه شوربه من بتاعه المكرونه علشان اللحمه دي تستوي. اهو مغرفه صغيره كده اهو، بس خلاص خلصت اللحمه. نخش على اللي بعده، البشاميل. كده اللحمه جاهزه اهي، ريحه وطعم وشكل، بس ده ناقصها حاجه. اللي هيقول لي دلوقتي هو بيتابع الحلقه كده، اللحمه دي ناقصها ايه؟ عشان مشاكل الحموضه، عشان حماتك تاكل منها امنه، زوجك عنده مشاكل مع الكولون، كبار السن والقولون بيجي دلوقتي مشاكل مع الاطفال والشباب، لان عندنا سوء تغذيه، بناكل في الشارع كتير، الحاجات مش متاكدين من نظافتها. مهم جدا نخلي بالنا وناكل في البيت بقدر الامكان. الحنان بتاع الام ما يتعوضش. معلقه سكر يا شيف مغازي مع الطماطم علشان مشاكل الحموضه نتلاشاها. ناكل المكرونه دي او البيتزا اللي فيها صوص طماطم سالمين غانمين. بس خلاص خلصت اللحمه كده. 10/10 واخليها على جنب. اخش على اللي بعده، ازاي نعمل البشاميل. احنا بندرس مطبخ، بنجاوب على اسئله حضراتكم من خلال اليوم الاثنين من كل اسبوع. اتسالنا عن المكرونه البشاميل، بنعملها بكل التفاصيل. هعمل بشاميل دلوقتي. اسئله على السوشيال ميديا، شايف مغازي البشاميل بيخرط مني، يعني بتلاقوه كده مكلكع، في قطع صغيره او براغل صغيره بيسموها، او مبرغل يعني في برغل كده زي برغل. البشاميل بيقطع مني، البشاميل خفيف، البشاميل بيتقل مني بعد ما اشيله من النار، كل دي اسئله موجوده. انا هخليك تعملي البشاميل دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه، وهي حاجه صغيره واحده بس هقول لك عليها واحنا شغالين. اول حاجه عايزينه بزيت ولا بزبده ولا بسمنه؟ يفضل ايه؟ يفضل بسمنه. النهارده مش اكل صح. طيب عيني، خلونا طبعا نسمع كلام الكبير. هناخد بعضير. طيب انا هعمل دلوقتي البشاميل. ازاي نعمل البشاميل مع بعض بطريقه سهله؟ هي تركايه، بحط معلقه السمنه ومعايا المضرب. حلو الكلام، وناخد الدقيق بتاعنا اللي هنعمله بشاميل. قد ايه دقيقه يا شيف لعمل البشاميل؟ لو هتعملي كوبايتين حليب
مع كوبايه شوربه المكرونه او شوربه لحمه او شوربه كوارع أو شوربه فراخ، يعني 3 كوبايات، بتحط لهم قد ايه دقيق؟ لكل كوبايه معلقتين دقيق. ده البشاميل او قوام البشاميل بتاع المكرونه بالبشاميل. اما البشاميل بتاع الخضار لو بتعملي كوسه يبقى 3 معالق دقيق لكل كوبايه سائل، سواء حليب سواء شوربه. هننزل بالدقيق بتاعنا كده ونحمره. ايه اللي بتقوله ده يا شيف؟ ما فهمناش حاجه. حلو قوي. البشاميل دايما بقول مدرسه المغازي او مهرجان البشاميليات، بشاميل الخضار غير بشاميل النشويات او الباستا اللي هي المكرونه. الخضار بيديني سوائل، سواء كوسه بالبشاميل سواء مسقعه وهكذا، فلازم البشاميل يكون تقيل علشان يشرب السوائل اللي تنزل من الخضار. اما لو بعمل بشاميل خفيف مع مكرونه زي دي كده استوت تقريبا نص سوا، بدي مساحه للمكرونه تستوي في قلب الخلطه. تبص على المكرونه الحلوه دي كده يا راجل، ده كلام، احنا بنهزر يا شفيق؟ تلزق مين يا راجل؟ ولا ضربت فيها معلقه، ولا ضربت فيها معلقه الا لما اهي بشيلها قدامك اهي، هشيلها كده خلاص اهو اهو عشان عايز الميه بتاعه المكرونه ديت اهو. نطلع فاصل يا شباب، ناخد بعدها ونطلع فاصل عشان خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لتفاصيل البشاميل، لان ده ياخد وقت كبير، لان من تركات او عمل البشاميل يكون ناجح معاكي اوعي ترفعيه عن النار غير لما ياخد القوام بتاعه عشان ما يخدعكيش. اوعي تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زال التقليب مستمر. حلو قوي. ليه انا طلعت الفاصل سريعا؟ لان ده وقت شويه على النار، فانا عايز اخش في تفاصيله، لان من ضمن الاسئله اللي موجوده على السوشيال ميديا البشاميل اللي بيقطع مني، البشاميل اللي بيكلكع مني. انا معاكم واحده واحده اهوت. ايه اللي انت عملته يا عم الشيف؟ معايا الشوربه بتاعت سلق المكرونه دي مهمه جدا. فكر المطبخ له دستور ولا قاعده ولا واحد قال لك دي بتاع عادي، اي حاجه تخش المطبخ تعمليها، ولكن في قواعد دايما احنا بنستفيد بيها. عايز اعمل اكله زي ما باكلها بره، فيبقى احنا مع بعض بنعملها زي بتاعت بره، ولكن تعملي اي حاجه من ايدك يا امي زي الفل. معانا المكرونه اتسلقت، معانا اللحمه المفرومه متعصجه، شايفين القوام ده كده اهو، معانا البشاميل اللي جاهز. تعالوا نطبق الاكله دي بسرعه علشان ما تاخدش مننا وقت. معانا كاسرولة، الكاسرولة دي دهناها سمنه بشويه سميد ناعم او بقسماط، ونكفر كده من تحت علشان لما تخش الفرن يبقى كده رضيتها والكفر بتاعها من الخارج كريسبي. هو ده اللي انا عايز اوصل له. اول حاجه باخد المكرونه بتاعتي اللي انا سلقها اهي زي الفل، لقيتها مسكت معاكي وكلكعت معاكي من نفس الميه اللي اتسلقت فيها، بتحطها عليه. ملاحظين المكرونه هنا نص سوا، شايفين بيطلع لازق في الورقه، الكب كيك بيطلع لازق في الورق، لانك انت الفرن هنا درجه حرارته مش مظبوطه. الكب كيك لازم تكون درجه حراره الفرن 160، اقل شويه من انك تكون بتعمل كيكه، لانه ما بيتحملش النار كتير. هناخد اللحمه المفرومه، معانا شويه بشاميل باقيين هنا اهمت، معانا مكرونه باقيه. ركزوا بقى على التركايه الحلوه اللي جايه ديت اهو، بناخد المكرونه دي كده الباقيه بتنزل على البشاميل الباقي عندي، وسقطهم كده، واشيل المغرفه دي كده مش عايزها ملهاش عوزه، وارفع كل حاجه ملهاش لازمه. والابداع والرؤيه نترقبه. انا بحب الجبنه الرومي جوه خلطه البشاميل اهو. الله عليك يا عم الشيف. بحط شويه موزاريلا جوه خلطه البشاميل ونقلب دول مع بعض مع البشاميل. الله عليك اهو. نقلبهم كويس ونوزع الخليط ده المخلوط بنوعين من الجبنه. طب ما عنديش موزاريلا وفي جبنه رومي باقيه من الفطار، نعميها وحطيها. عندي موزاريلا ومفيش رومي مفيش مشكله زي ما انا شغال كده بناخد الخليط ده يا عم الشيف ونوزعه على وش المكرونه. مكرونه بالبشاميل مش زي ما قال الكتاب، زي ما قال المغازي لسه ما خلصتش شفتي درجة حرارة الفرن عندي 180. تركية المغازي اللي عمل الكفر الخارجي للمكرونة البشاميل زي المحلات وأحسن، أنا حطيت بيضة، بحط على البيضة دي شوية جبنة، نوعين جبنة أو نوع واحد مفيش مشكلة، منها الموزاريلا أساسي عشان تبقى مطاطية والأولاد بيحبوا الجبنة المطاطية. معايا حليب تسلم إيدك،
وشوية ريحان أخضر مش هيقول لأ، شوية زعتر حلوين مش هيقولوا لأ. ما تحطيش ملح لأن الجبنة الرومي هنا كفيلة تديكي نسبة الملوحة اللي أنت عايزها. ونقلب الخليط ده يا عم الشيف ونكفر بيه الإيه؟ المكرونة بالبشاميل. يقوم الخليط ده مع الحليب، أوعى تحط بشاميل، يخش جوه بقى إيه؟ الأنسجة بتاعت المكرونة البنة، عشان كده المكرونة البشاميل اللي بتتعمل بمكرونة بنة الصغيرة. حلو الكلام؟ علشان بتحشي من جوه بشاميل. ناخد الخليط ده كده. ودرجة حرارة الفرن عندي 180. هندخل دي الفرن يا عم الشيف ونتفرج عليها مع بعض. زي الفل. هنا بقى السعي اللي انا حطيته ده تركية المغاز. دخلها الفرن، لازم ريحان، انا ما بشوفش على وشها ريحان. انت جودي، وانت لو ما عملتيش حاجة من عندك يبقى الفرق بينك وبين الاخرين ايه؟ هندخلها الفرن، والسؤال لمخرجنا الجميل، دي مكانها فين بقى؟ اذا المكرونة تلات ارباع سوا تقريبا، والبشاميل مستوي، وصوص البشاميل وصوص اللحمة مستوي، مكانها على شبكة الفرن بعد ارتفاع تقريبا 20 سنتي. يلا ننظر على اي الجمال والحلاوة ده. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لأسرار عمل الحجازية من المطبخ الاسكندراني وبالايادي الاسكندرانية، بالتأكيد بكلها طعم تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل الحجازية، ونحط النقط على الحروف. بتتحشي مكسرات ولا عسل ولا عسل اسود؟ الشيف المغازي بيعملها ازاي؟ مقادير الحجازية على الشاشة، انا هتكلم هي بتتعمل ازاي ومقاديرها ونشتغل مع بعض. شربات الحجازية عسل، او تعملي لها الشربات بتاع البسبوسة او الكنافة زي ما انت حابة. مقاديرها كوبايتين سميت ناعم، والكوباية اللي تعيري بها السميت هي اللي تعيري بها الدقيق، نفس العيار منهم دي كوبايتين وكوبايتين او كوبايه وكوبايه. المقادير على الشاشه كوبايه وكوبايه. حلو الكلام؟ عايزه تكثفي العيار او تخليه دبل يعني علشان الصينيه، تبقى تحط كوبايتين وكوبايتين. بنقلب المقادير دي كده مع بعض. السميت مع الدي الاثنين مع بعض. حلو الكلام؟ زي ما انا شغال كده واحده واحده. اللهم صل على النبي. ونقلبه كويس. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ حفره كده في النص. حلو الكلام؟ ونحط في الحفره دي يا عم الشيف شويه ميه. وعلى الميه دي يا عم الشيف شويه خميره. وعلى الخميره دي يا عم الشيف شويه سكر. ليه حطيت سكر؟ علشان الخميره تشتغل بسرعه، ما عندناش وقت للهزار. طب نعرف الخميره شغاله ولا مش شغاله ازاي يا عم الشيف؟ مهم جدا ان الخميره تعمل ماده كده رغويه، اهي البيضه، الماده البيضه دي تعرف ان الخميره شغاله. ننزل ببقيه المقادير، سكر على بقيه العجينه، الماده الدهنيه بتاعتي 2 ربع كوب من الزيت، ربع كوب سمنه، كل دول مع بعض. ونعجن العجينه بتاعتنا. هل العجينه بتاعت الحجازيه زي اي عجينه؟ بتبقى العجينه ماسكه نفسها شويه عشان نفرتها في الصينية، ولها شكل كده اتعودت عينينا عليه، شكل الحجازية. بتبقى طبقتين داخلهم حشوة من القرفة والسكر وجوز الهند والفول السوداني، يا اما تحط عسل اسود زي ما انت حابة. يتدخل بايدينا بقى. زي الفل. ادي العجينة بتاعت الحجازية. دي لازم سميت يا شيف؟ لازم سميت زي البسبوسة. شفتي؟ وسبحان الله العيار حطت ايدي، هي قرف. وانا عايزك تتعلمي كده. شفت العجينه طالعه من ايدي ازاي؟ اول ما تلاقي العجينه طالعه كده اهي. حلو، خلاص كده العجينه جاهزه. المفروض ان احنا نعجن العجينه دي ونسيبها على جنب كده لمده 15 دقيقه. خلي بالك. انا بشرح. الم العجينه كده بتفاصيلها اهو، ونجيب الصينيه اللي هنفرد فيها العجينه. حلو قوي. بنتن الصينية دي يا عم الشيف شوية سمنة كده صغيرين بإيدينا. حاضر. المكرونة ترسم على المكرونة بقى. قول
ناشفة لأن عند الراجل الجزار بيعمل الممبار ولما يسيبه على جنب بيحشيه رز، فيقوم الرز ده بيشرب الخلطة، ولما يشرب الخلطة الرز بينشف أو بينفش جوه الممبار. في الحالة دي يا أمي بينشف الجلدة الخارجية للممبار، أما حضرتك طبعا بتعمليه طازة وفريش فما بتلحقش الجلدة تنشف. نطلع المكرونة البشاميل ونقول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. نوعين من الجبنة، موزاريلا رومي اللي أنا بحبها، اللهم صل على النبي، ألف هنا وشفا. تعالوا نعمل الحشوة مع بعض. فول سوداني مجروش، قرفة ناعمة يا عم الشيف، شوية زبيب، شوية جوز الهند، دي الحشوة بتاعت الحجازية. انت ممكن تحشيها حاجات احسن مني مفيش مشكلة، ولكن اقولك على نصيحة حلوة، لما تيجي تحشي الحجازية بطريقة جديدة ممكن على فكرة تحشيها عسل اسود. حلو الكلام عشان الاطفال والانيميا. نقلب الخليط ده كده مع بعضه ونحط شوية مية زهر، ومع مية الزهر دي حتة عجينة من اللي موجودة عندي ونعجن العجينة بتاعت الحشو. ده المطبخ. ألم دول كلهم مع بعضيهم. تاني عملت الحشو يا عم الشيف. قرفة، زبيب، جوز الهند، سكر، كل ده مع بعض. وخدت قطعة من العجينة اللي أنا عجنها. وشوية مية زهر. مش عايزة مية زهر مش بتحبيها، ريحتها مش لطيفة ولا حاجة، حطي فانيليا. مش عايزة لا ده ولا ده، خلاص اكتفي بالقرفة. وناخد الحشوة دي كده في قلب الصينية. هو ده المطبخ. ونفرد الخلطة دي يا عم الشيف. لما أجي أفردها بإيدي هتمسك إيدي في الخلطة، أو ما أحط إيدي في المية وأنا شغال كده. أوزع الخليط ده كده. حجازية بطريقة سهلة خالص، بتختلف من بيت لبيت ومن أسرة لأسرة حسب ما تورثناها، لأن دي من الأكلات الجميلة اللي بتعملها الأمهات. وتسيب حرف الصينية من غير حشو عشان لما نقطعها مثلثات كده تبقى لطيفة وحلوة. شفت الحشوة اتوزعت ازاي؟ وناخد بقية العجينة بإيدي كده ونوزعها على وش الايه الصينية. وأعلمك ازاي توزعيها بشكل لطيف. احنا بنشتغل في تفاصيل الأكلة، الوقت ساعدنا اهلا وسهلا، الوقت ما ساعدناش، ولكن انا عايز اخلص الحلقة اعرف ان في افادة لكل السادة المشاهدين من اللي انا بعمله. انا ممكن اطلع بالحاجة جاهزة دلوقتي ودي اتعملت وخلاص وبخشش في التفاصيل، ولكن اليوم النهاردة يوم السوشيال ميديا، يوم تواصل حضراتكم معانا على القناة الاولى زي الفل تمام. نعمل كده نفرد العجينة. قالوا لي دلوقتي يا شيف بوغازي معاك دقيقتين وتخلص، اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ انت دلوقتي زي كده في المطبخ تعملي ايه؟ عملت الحجازية، الصح بقى هنا هيتعمل بقدرة قادر. ايه هو؟ ان السميد يقعد مع الخلطة دي يا عم الشيف فترة ساعتين ثلاثة أربعة لغاية لما ينسجم مع الدقيق. ودي مدرسة البسبوسة الشامية، إن عجينة البسبوسة بتتعجن من بالليل وتتحط في التلاجة يا عم الشيف لتاني يوم، تاكل أحلى بسبوسة شامي. اشتغلت كده لقيت العجينة قصرت معاكي، أعيط؟ لا، شوف الشيف المغازي هيعمل إيه. ده المطبخ. آخد كده وآخد كده وأحط، وآخد هنا وأحط، وبإيديا بالمية وأحط وأسوي كده. يلا. عايزك تتعلم المطبخ ده بالتكنيك العالي ده. الميه في ايدك، يا نعم، عينيا كل التفاصيل معاك. واسوي ايدي كده. شفت المطبخ؟ كانك بتعملي الكوبيبه بالصينيه. الميه تحت ايدك على طول، والميه اللي هتخلصك. انا عايز فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين يجيبوا لي التفاصيل بتاعتها. الحجازيه على طريقه المغازي. اسكندراني؟ اسكندراني. تحية كبيرة لكل الاسكندرانية اللي بيتابعوا القناة الأولى.
نيجي بقى للشكل اللي احنا متعودين عليه. حلو قوي، نشيل كده زي الفل ونرفع كل حاجه هنا ملهاش لازمه. ايه التفاصيل واحنا مع بعض؟ عينيا والبشاميل، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. هعمل ايه يا عم الشيف؟ امسح الصينيه بتاعتي. عينيا، حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنعمل كده الحركه دي، دي مهمه جدا قبل الختام عشان حضراتكم تعرفوا تفاصيلها. اه شفت الجو ده؟ شوكه كبيره شوكه صغيره اللي عندك. اه التسويه كالاتي: درجه حراره الفرن عندك 180، كانك بتعملي صينيه بسبوسه. تطلع من الفرن يا عم الشيف تلاقي الشربات او تلاقي العسل زي ما انت حابه. اول ما نخططها كده زي الفل، تجيب سكينه صغيره. انا بس هقطع الشكل وممكن حضراتكم تختموا زي ما انتم حابين عشان ما حدش يزعل مني. اه اه واجي هنا كده. اه ما تنزلش للاخر، التخطيطه دي مهمه جدا. اه تفاصيل عمل الحجازيه بالشكل اللي متعودين عليه. اه كانك بتعملي كوبيبه بالصينيه. اه اه طبعا مكان ما بتقطعي كده بعد ما بتستوي بتنزلي بها للاخر. اه نفس القصه. اه مطبخنا على شاشة القناة الأولى له تفاصيله، بساطة سهولة مرونة. خصصنا يوم الاثنين من كل أسبوع الإجابة على أسئلة حضراتكم. عملنا البشاميل بكل تفاصيله عشان كده خد مننا وقت، عملنا الحجازية بكل تفاصيلها عشان خدت مننا وقت. معانا عجينة الكريب إن شاء الله هنعملها بكرة مع بعض، فراولة طازة بطريقة سهلة وبسيطة. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.